هذا مسبح العاصمة المغربية الرباط الملقب بالكبير، أكبر مسبح في المغرب. في الأيام الحارة من فصل الصيف يستقبل يومياً ما بين 7000 و10000 من الزوار الهاربين من موجات الحرارة المتتالية في المغرب، والباحثين عن ساعات استجمام وسباحة هنا بقرب المحيط الأطلسي. الخاصية ديال هذا المسبح أنه تيجي حدا البحر، لأنه تستفد من السباحة والإطلالة على البحر. موجة الحرارة اللي حاليا اللي كاينة في هذه الأوينة هذه في المغرب، فهي كتستدعي أنك تهبط لابيسين في الحقيقة وتجيب الدراري وتجيب الوليدات باش ينتعشوا شوية في هذه الموجة الحرارة اللي طالعة بزاف. في الخمس سنوات الأخيرة سجلت العاصمة المغربية الرباط ومعها مدن مغربية أخرى موجات متتالية صيفا من الحر، تبدأ باكرا في الأسابيع الأخيرة من فصل الربيع وتنتهي متأخرة في الأسابيع الأولى من فصل الخريف، ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الشواطئ والسواحل والمسابح. الحرارة عندنا في تمارة وكنشكروا هاد اللي داروا لنا لابيسين. الحرارة كاينة في الدار بصح نيت، ولكن جاوا عندي الضياف ماشي من المغرب وجتهم لهنايا باش يفوجوا ويشوفوا هاد لابيسين ديالنا الجديد. جينا من النواحي الرشيدية وسخونة، عندنا المنطقة تما وجينا نتبرد وجانا الرباط شوية نبرد على هذا، ولكن على العموم كاينة الحرارة. يتغدى مسبح العاصمة المغربية الرباط بمياه المحيط الأطلسي بسبب تواجده على الساحل الأطلسي المغربي، كما أن ثمن الدخول رخيص وفي متناول جميع المغاربة، 10 دراهم ثمن الدخول لجميع الفئات العمرية مع المجانية للأطفال دون سن 6.